ارتفاع كبير للأسعار يقابله استياء منقطع النظير للتجار والمستهلكين بعد أن بلغت أسعار أغلب المواد الأساسية خاصة الخضر الموسمية مستويات قياسية. غالي الحال بزاف ولا غير حال؟ غالي الحال بزاف، وخاصة على الزوالك فراح يعيش. بالنسبة للبطاطا اللي كانت وقت كانت العام اللي فات في 2003، السنة راهي في كل يوم تلقاها بسومازي 6000، ما طاحش طولقا من 6000 ما كانش، تزيد في ارتفاع كما اليوم راهي في 7500، والوين زايدة غدوة تلقاها 8000، ممكن تلقاها 10000 حتى 12000. البري كل يوم السوق طالع هابط، بطاطا زادت نزيدوا لها، نقصوا لها، حنا نجيبوها من واد سوف ناخذوها ب 400 500 فرنك. هذا ما نخدموها، نقعدوا يومين نخدموها ب 400 500، كي نكثروا نخدموها ب 500، نجيبوا 50 قنطار 30 قنطار نقعدوا معاه سمانه. هنا البطاطا البارح في واد سوف مدايره 8200، 8000 فرماوا التليفونات علينا ما بقاوش يبيعوا لنا. بالنسبه للطماطم كيف كيف، نسلكها ب 13000، حنا نسلكوا فيها ب 13000، مدايره 12000 في الصحراء عند الفلاح. تسمى ماشي التاجر هو اللي راه يتحكم في الاسعار. المصالح المختصة ضاعفت من مجهوداتها من أجل وضع حد لهذا الارتفاع والقضاء على المضاربة. نتج عن هذه التدخلات أكثر من 5556 تدخل تم ملاحظة في ميدان الممارسات التجارية ل 720 مخالفة في الفترة الممتدة من 12 مارس إلى 25 مارس، يعني في أقل من 15 يوم تمت متابعة 696 تاجر من لعدة مخالفات. في الوقت الذي يتبادل التجار والفلاحون الاتهامات، يبقى أصحاب الدخل البسيط أكبر المتضررين.